أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب التحديث بما يناسب كل قوم، وإثم كتمان العلم ومن كتمه لعذر وزيادة الجواب على السؤال. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ مال علي رضي الله عنه يريد بفرموي إيوة بشيوازك لقل خلق بدوين كتيتان بقل شتانك باز مكب وكسانك كليت حالي نابن و بهلا حالي دبن او كاتا قمانيان بودروز دبي لسر اسلام او كاتا لواني آيات وحديث رد كانوا ومكن كاك اما نصيحتك بو بانك خوازان بو ما مستايان بو تربيجان براكم دائما شتيك باسك كالقل عقلو بوچوني تيجيشتني خلق لقال عقلي خلق يعني بتوانن تيبقن چون دل خلق بچيو دا مبا خلق هار مكا يعني هندك شتها قرصة تيجيشتني بو خلقي چي عامة ساتو بشي ولا اواجاتو كيفي خوت باوري بيدك يا بيناكي كيفي خوت إن الله خلق آدم على صورتي باوري بيناكي تو قمرايت أما 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 تو قمرايت تو قمرايت ككابرات توشي قمان دكي لدينكي بوشتي شي بوباز دكي كتيناكا عقلي استعابيناكا أتحبون أن يكذب الله ورسوله حزدكا كابرا لرد فعلي تودا دبلي والله هي أو حديث بمن هرنامي هر قبوله منيا تاول ليه است حديثي في غمري بدرود أنا عليه الصلاة والسلام شيء سبب تو سببي ويبزانا شون لقى الخلق ددوي كاك يعني مثلا بانخوازي كي قمراه أو بانخوازا جي جاي لخوي لدلي أو خلك ذاكر دوته كا تينا جيش تنو كوبي ويست ثاتوبي إيه وجوله قمراه دقرن والله بداخل أما عقل نية حكمة نية استاك كابرا بلاي تو قمرا بلاي وانا قمراني في الشوايا بلاي الحقيقة دا لقرآن لا يداوى لا حديث لا يداوى لا توحيد لا يداوى فلام اوان تي نقيشتون استاك سر دابز يسري غلطة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بو فيسبوا الله عدوا بغير علم انجا انسان بزاني تشون لقال خلق دادويش تيك باس كاكا عقليان تي بقاو استعابي بكاد بويا إنسان عالم دزانت كل وقتك وكل كسانك شي بيويستا فرق شي لبين الصيدلاني وطبيب شي بيمدل فرق شي لبين الصيدلاني وطبيب هكاك طيب ويضع الدواء صيدلاني شي ينفذ أمر الطبيب بكردي شي بيمدل فرق نيوان كاكا دكتور درمانك دياري دكا بونا خوش اي كابراي سيد العين سي دكا فرمانكي دكتور جبجي دكا او درماني بو دردين ديداتي استا صيدلاني همو درمانكاني لا بلام ايا صيدلاني كابراي صيدلي بوي هي بي بو خوي درمان بونا خوش داني اگر بيتو فعلا كسيكي امين بيت هر صيدليك صيدلانيك امين بي بچي تلاي داواي درماني ليبكي حقني بدات اگر امين به راز بنا به بداته طلب به وصفي دكتور وصفي دكتور ببي ورقي دكتور من هيج درمانك نادم دبي دكتور فحصت كا مختبرت بوكا تشيد بوكا كحالي بو نخوش يكت شي درماني تو شي انجاور بو من بورقي دكتور ددم اما يعني شي بو تشو نمونه هنا كسك فرق هيله بيني كسك حافظه لقل كسك عالمه كسك كوملات وحديثي لبركدوا لهر مناسبه يك به ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كل باب آمنا بالله وبكتابه. ده تورب زان لشوي دادني وآياتها. ورب زان وحديثه لشوي دادني. كاشي صيدلانية. لقى الرزم ده بيشكي مباركة. أجر قدري يشكي خوي بزان وتجاوزناك. براي برزم دو آيات ودو حديث اللي برد. تو فقيهني عالم نيت. عالم دياري دكا كم آيات بو شي ظروفك بو شي خلقك بكار بينه. تطبيقي كابا سيري دا وكم حديثة بكار بيني بو إنساني عالم دزاني چي باس كا دزاني چون بدوية لقال خلق بلام كسيكا هيچ نازاني بس هندي آيات وحديثي لبر كردو چه تسر من برو دادا بزيت اوي لايتي ديويد بو خلچي درخا كتزور عالمة آيات لدواي آيات حديث لدواي حديثي ريس كردو ما شاء الله عالمة كردو واري دراي هر تيريه لكن دالي چي دا كا
كاك دابا زبوش وازنا ببراي برزي وام بابته جرينجا حدث الناس بما يعرفون اتشد تواني او تطبيقك كسك علمي هبل كسك علمي هبل بويا شرنيه تو هرشتك زاني باسكيت و هرشتك باسكر بو همو كسيجي باسكيت دبي بزاني تشتك علاجه بو او كس او بو باسكيت مال. وعن أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا أخاف أن يتكلوا. أنس رضي الله عنه بدأ فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بمعاذ فرمو هر كسي كجيشت أخوة شريكي بأخوة داننا بالدنيا تتباشتوا فرمي أفلا ألا أبشر الناس مش دنا ذا ما خلق فرمينا خير بو فرمي ده ترسم بالي اللي بدنا ولا نما أهل توحيدين يتر تواو ده شيء نبهاشته نا تمام شاكا إخو خبرك في عمر صحيح يا أن هركس موحد به مشرق نبه أو بمره بخواب جا خواج ولا يخوش نبه بلام كباسي كي كسانك ليت حالي ذا بدل بخواب تواو كاتا بيستم بنيوجنيه بيستم بروجونيه بيستم بزكادنيه وخو ما عنده كردنيه موحد مشرق بخواب أنا كم من دش ما بشرته تاو ليه شون غلط لي حالي ذا به بوي في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام لا إني أخاف وإياك تكيلو لا ترسم بالي لابدنا وبلن موحدين تواه هيك ترمان لسرنية.